عايزين نعرف بالظبط انطباعك عن موضوع مؤتمر شرم الشيخ والمتوقع منه في بعد انتهاء المؤتمر. مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر لإظهار اتجاه الحكومة المصرية في الأمور الاقتصادية في المستقبل. تمام. بعد ثورتين جم في مصر وأصبح العالم كله مش فاهم احنا رايحين فين، خصوصا بعد ما حدث انهيار اقتصادي شديد، السياحة ضربت، الصناعة ضربت، التشغيل ضرب، الدولارات اللي كانت في البنك المركزي تكدت، الخسارة زادت. لكن بعد ما جاءت الحكومة الأخيرة حكومة إبراهيم محرب وفي ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي، بقى النهاردة في اتجاه واضح جدا، مصر عايزة توضحه للعالم. الحاجة الثانية، بعد أن نوضح هذا للعالم عندنا مشروعات جيدة وأفكار جيدة لمشروعات كبرى مطروحة كلها في نفس الوقت، من قناة السويس للمسلسل الذهبي. ظهر في الفيديو. مشروعات كبرى من قناة السويس للمسلسل الذهبي، لمشروع الغلال للكوميات، لمشروع الساحل الشمالي للسياحة، وغيرها وغيرها وغيرها. فأصبح النهارده في مشروعات جيدة مربحة بكل العالم كله. هذه مستقبلنا الاقتصادي واتجاهات اقتصادية، وهذه مشروعات كبرى. أهلا وسهلا. حضرتك متوقع في خلال الثلاث أيام، وهي أيام من عقد المؤتمر، حضرتك متوقع ممكن يبقى في عقود فعلية؟ طبعا لا. إذا كان في عقود فعلية هي تم دراستها قبل المؤتمر، لكن مش ممكن حد يجي المؤتمر يطلع ضفر الشيكات من جيبه ويمضي، ده يبقى متخلف، ولحد المؤتمر مفيش حد متخلف. رجال اعمال اوروبا وامريكا والعرب. حضرتك بعد انتهاء المؤتمر متوقع نتائج المؤتمر على المدى القصير هتكون نتائجه ايه؟ على نهايه المؤتمر اول حاجه احنا عايزينها على نفسها اتجاهاتها الاقتصاديه، ونتمنى ان احنا جادين في ما نسير فيه، وان احنا بنحاول نحسن كل صوره اقتصاديه عن مصر بما فيها تسهيل الامور للمستثمرين الجادين. نمرة اثنين، بعد ذلك هيبتدوا يدرسوا المشروعات المعروضة، هي مشروعات كلها مشروعات جيدة أو جيدة جدا. اللي يعجبهم مشروع بنوني، الناس المتخصصين في الطاقة هيجوا عشان يستثمروا في الطاقة، والمتخصصين في الموانئ هيجوا عشان توزيع الموانئ، والمتخصصين في الصناعة هيجوا الصناعة إلى آخره. نتوقع نتائج إيجابية مش يوم المؤتمر، مش في الثلاث أيام دول، لكن بعد ذلك بفترة. بفترة قد ايه يا فندم متوقع ممكن يكون في نتائج للمؤتمر فعليا؟ مش اقل من 6 اشهر. اقل من 6 اشهر. تمام، شكرا لحضرتك. ميرسي جدا.